اسمعي محمد، انا جاني علي سلولة اعدادي اصغر. انا جاي النهارده عشان ارفض ان مصر كل عزبة حد او ملكي اي حد، وعشان ارفض ان الدستور يسيطر عليهم جماعة وفلسطين مهما كان. احنا ما خرجناش من دولة عسكرية عشان نخرج لفاشية دينية. يعني فاشية دينية؟ ده انا ما اعرفش يعني ايه فاشية اصلا. يعني ان فاشية دينية هي ان انت تستخدم الدين اللي انت عايزه وتتشدد في الدين وتعمل حاجات باسم الدين، والدين ما بيتاخدش كل دوت. مين علمك الكلام ده، في الازهر ولا انت؟ لا انا عارفه منين؟ بسمع كلام من ناس كتير، وانا عن نفسي لي عقل وعقل يعني. بقرا الجرايد، بخش على النت. طب انت شايف ايه علي مش حلو في البلد وعايزه يتغير؟ سياسيا ولا اجتماعيا؟ اجتماعيا لازم مطالب الصوت تتحقق، عيش وحريه وعداله اجتماعيه وكمان سنيه. العيش مفيش خالص، الحريه لسه الشرطه بتسحب الناس في السجون. العداله الاجتماعيه ازاي يبقى مذيع بياخد 30 مليون جنيه وفي ناس بتاكل بالزباله؟ سياسيا فين الدستور اللي بيعبر عننا؟ الدستور اللي يبقى فيه نساء نص المجتمع اصلا، نساء نص مجتمع مصر، ازاي يبقى ممثلين في الدستور سبع سيدات وسته منهم اخوان؟ مش حاسسهم يعني هيعملوا حاجه في الدستور. ما بني على باطل فهو باطل، حتى لو الدستور حلو، حتى لو الدستور حلو وتشكيل وحش يبقى يطلع وحش. ما انت ما تجيبليش 80 ماده مضاد وتجيب لي 20 ماده هيبوظوا البلد وتقول لي ده دستور. انت شفت المسوده يا علي؟ قريتها فين؟ على الانترنت؟ بيقول لك ان الست زي الرجل في كل حاجه فيما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه. طب في حاجه احكام الشريعه الاسلاميه بجوز ان الراجل يأدي بمراته، ودوت ما يجوش في المجتمع. ليه المشكله يعني؟ لا ما ينفعش يعني انا ما اجيش اقرب مراتي اسحلها وتبقى على وشك الموت وتقول لي ده تأديب. ده مش تأديب، ده عرض واستعباط. باطل، لانه اصلا بلد الشعب اللي عمله كان باطل. كان باطل دستوريا وشعبيا وكل حاجه. واحنا كلنا عارفين كان قايم على ايه. كان قايم على استخدام الدين في السياسه، ودعاة المساجد كانوا بيرشدوا تيار معين، وكان قايم على الزيت والسكر، وكان قايم على حاجات كتير.